نشرة مفصلة للأخبار، البداية مع العناوين. حشود عراقية ضخمة تشيع الشهيدين سليمان والمهندس ورفاقهما، ونجد سيستاني يستقبل جثامي في النجف والمرجع النجفي يصلي عليها. قائد حرس الثورة يؤكد أن اغتيال الشهيد سليماني سيتبع انتقام استراتيجي سينهي وجود أمريكا في المنطقة. الخلافات بشأن اغتيال الشهيد سليماني تتعمق في الولايات المتحدة، وتظاهرات في مدن أمريكية عديدة للتنديد بسياسة ترامب في المنطقة. فصائل المقاومة في غزة تقيم خيمة عزاء للشهيد قاسم سليماني ورفاقه، وتشيد بدوره في دعم القضية الفلسطينية. أهلا بكم، نبدأ نشرتنا من العراق، حيث شهد حشودا ضخمة في تشيع الشهيدين الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهندس أو أبو مهدي المهندس ورفاقهما. أفاد مراسل الميادين بوصول الطائرات الإيرانية التي ستنقل جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني إلى مطار النجف، فيما لا تزال مدينة النجف تشهد حشودا غفيرة في تشييع الشهيدين الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء، حيث كان في استقبالهم عند وصولهم نجل المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني السيد محمد رضا السيستاني، كما صلى على جثامين الشهداء المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، فيما كانت لافتة مشاركة الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي في التشييع باللباس العسكري. هذا وكانت مدينة كربلاء شهدت تشيعا حاشدا للشهداء، حيث حملت جموع غفيرة نعوش الشهداء التي لفت بالعلمين الإيراني والعراقي على وقع الهتافات المناهضة للولايات المتحدة والداعية إلى الثأر، والتي تؤكد أولوية إخراج القوات الأمريكية من العراق. بحضور رسمي وشعبي شيع العراقيون شهداء العدوان الأمريكي قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما. تقدم جثمانا القائدين بقية جثامين الشهداء وسط حضور غفير من المشيعين الغاضبين انطلاقا من مدينة الكاظمية حتى ساحة الحسنين في الجادرية ببغداد، ثم انتقل التشيع إلى مدينتي كربلاء والنجف، حيث سيوارى الشهداء العراقيون في الثرى وينقل الشهداء الإيرانيون إلى إيران. ولتسمع أمريكا، لن تهدأ بعد اليوم، لن تهدأ بعد اليوم، وهذا العزاء لن يتوقف في كل بيت عراقي وفي كل بيت إيراني حتى يؤخذ الثأر منك يا أمريكا. سيكون إن شاء الله هناك رد شعبي على التجاوزات الأمريكية كمحتلين. اليوم نحن كشعب عراقي هذه الدماء وحدت صفوفنا مرة أخرى باتجاه مطلب واحد، وهو خروج القوات الأمريكية من العراق. أمريكا عدو الله. شعارات غاضبة رفعت أثناء التشيع تطالب بطرد القوات الأمريكية من العراق وبالثأر للشهداء، فيما يقول المشاركون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة للرد على العدوان وبكل السبل المتاحة، ولا سيما في ظل انتظار نتائج جلسة البرلمان الطارئة والمخصصة لتشريع قانون ينهي وجود الجنود الأمريكيين على الأراضي العراقية. اللي تمارس القوات الأمريكية هو إذلال للشعب العراقي وانتهاك للسيادة العراقية، ليس فقط في استهداف القائد العسكري الحاج أبو مهدي المهندس، بل باستهداف الحاج قاسم سليمان باعتباره مستشار وجاء بطلب من الحكومة العراقية وهو ضيف على أرض العراق. وحقيقة هذا الاستهداف يتيح للعراقيين استهداف كل المستشارين الأمريكان على أرض العراق. الرسالة الجماهيرية كانت واضحة لجهة التعبئة الشعبية لدعم أي إجراء مستقبلي للرد، كما أن المشهد الحاشد للمشاركين في التشيع كشف عن ردة فعل كبيرة لدى العراقيين وغيرهم تجاه هذه الجريمة غير المبررة، يقول أبناء الرافدين. العراقيون وبعد انتهاء مراسم تشييع الشهداء يقولون بأن لهم كلمة أخرى
تتمثل بالضغط على البرلمان العراقي لتشريع قانون لإخراج القوات الأمريكية من البلاد. محمد الفهد من ساحة الحسنين وسط بغداد، الميادين. وفي مراسم التشييع الوطنية في المنطقة الخضراء حضر عدد من القادة العراقيين، حيث شارك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي هادي العامري ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. نحن على العهد أبدا لا نتردد، لا نحيد، لا نخضع لأي ضغوط مهما كانت طريقكم. لقد تحققت أمنيتكم في الشهادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا التوفيق في السير في هذا الطريق ونمضي حتى تتحقق عهد الحسين. أطمئن سيكون ثمن دمك الطاهر هو خروج القوات الأمريكية من العراق وإلى الأبد، وتتحقق السيادة الوطنية الكاملة إن شاء الله. يبقى الجميع على العهد، ويبقى هذا الحشد ماضيا في ذات الطريق الذي اختطوه هؤلاء القادة للدفاع عن كرامة وحرمة العراق، كما وصفتهم المرجعية الدينية العليا لسماحة آية الله العظمى السيستاني بأنهم الرجال الأبطال الذين قادوا النصر على داعش. هذه بصراحة لحظة وداع تجيش فيها المشاعر، لحظة وداع ووفاء لهؤلاء الرجال الأبطال، مضوا في طريق أن يعرفونه ويعلمونه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحظى ببركتهم ويعم السلام والأمن في هذا البلد الكريم العزيز، وإن شاء الله يعتز العراق ويدافع ويتبنى سيادته بالكامل والحرية لكل الشعوب، وإن شاء الله تكون هذه الثلة التي قضت في دفاعا عن الوطن ودفاعا عن القيم هي نبراس لكل الأجيال القادمة، وإن شاء الله تكون هذه الحادثة درسا لأبناء الشعب العراقي لكي يلتفتوا إلى ما هم فيه وإلى ما يجب أن يعتنوا به وإلى ما يجب أن يكون موضع اهتمامه الأول. سيدي الكريم، هل من خطوات مستقبلية على مستوى العراق كل العراق لإخراج القوات الأمريكية أو تشريع قانون؟ الحقيقة هذا هو واجب الحكومة العراقية وهي تقوم بذلك، وأيضا المؤسسة التشريعية، والموضوع كله نحن في انتظار ما ستقوم به الحكومة وأيضا ما يقوم به البرلمان. والعراقيون أنا أؤكد لك معتزون بسيادتهم ومعتزون بكرامتهم، والتاريخ على ذلك شاهد. طيب، الاعتداء مستمر، ربما البارحة أيضا كان اعتداء آخر، أنتم في هيئة الحشد الشعبي، ما هو الموقف الذي سجل حتى هذه اللحظة؟ أخي العزيز، أنا في هذه اللحظة بصراحة أحب أن أكون في لحظة الوداع و توديع أحبة وأعزاء، الخوض في التفاصيل يكون له مكان آخر إن شاء الله. طيب، هذا الالتفاف اليوم للتشييع عن ماذا ينم؟ طبعا ينم عن مشاعر صادقة وعن حب وولاء وعن حقيقة هذا الجمهور الذي يتعاطف مع المضحين والمخلصين. الحاج أبو مهدي شخص عزيز وقريب إلى نفوس الجميع، كان قائدا، كان أخا، كان أبا، كان مربيا. طبعا أبنائه ومحبيه والذين عملوا معه يعني يطيب لهم أن يقدموا دموع الوفاء ودموع الذكرى والوداع لهذا الشخص الكريم العزيز الغالي علينا جميعا. كريمة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس شكرت العراقيين الذين وقفوا بعز في هذا الوقت العصيب، وقالت إن والدها بنى والشهيد الفريق سليماني جيوشا ومؤسسات. أشكر كل العراقيين الغيارة اللي وقفوا وقفة عز ووقفة كرامة بهذا الوقت العصيب، وقت النفاق، وقت الخيانة. الحمد لله والشكر على هاي النعمة. احنا كنا دائما نعلم انه بابا سيكون شهيد يوم من الايام، بس الوقت كان بس مسألة وقت، مو مسألة يعني أنه شهادة أو لا. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، ولا لحظة ما فكرنا أنه يا ريت كان مثلا ما ماشي بهذا الطريق، لو ما تعب ما اشتغل هالقد. الحمد لله والشكر، اشتغل ليل نهار
يا أيها الإنسان، كان دائما يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أشكر كل من وقف وقفة عز هذا الوقت العصيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه هذا الطريق يستمر، وحتما سيستمر لأنه بابا والحاج قاسم سليماني أخه وحبيبه وعزيزه، بنوا جيوش، بنوا مؤسسات، ما بنوا بس أشخاص، أسسوا عقيدة. أعلنت القوات المسلحة العراقية عن قرارها تقييد عمل القوات الأمريكية في العراق. اللواء ركن عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات شدد على أنه من غير المسموح لقوات التحالف القيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام، مؤكدا أن لدى العراق بدائل لتدريب قواتها المسلحة. وأشار خلف إلى أن السلطات باشرت تحقيقا مع طاقم الطائرة التي أقلت سليماني من دمشق إلى بغداد. وعقب العدوان الأمريكي قرر التحالف الدولي تقليص عملياته العسكرية في العراق لأسباب أمنية، وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في التحالف. وقال المسؤول إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية في القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف. كذلك قرر حلف شمال الأطلسي تعليق مهمات التدريب في العراق. واجهت كتائب حزب الله تحذيرا للأجهزة الأمنية العراقية بالابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء الأحد. وفي بيان التحذير دعا قائد العمليات الخاصة للكتائب قادة الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم، كما نبههم إلى عدم السماح بجعلهم دروعا بشرية لمن وصفهم بالصليبيين الغزاة. استهدف هجومان متزامنان بقذيفتي هاون المنطقة الخضراء وسط بغداد وبصاروخ كاتيوشا قاعدة بلد الجوية التي تضم جنودا أمريكيين شمال العاصمة. وقد حلقت طائرات مسيرة أمريكية فوق القاعدة وقامت بعملية استطلاع للمنطقة. وأفادت مصادر طبية بإصابة 3 مدنيين من جراء سقوط قذيفة هاون على مبنى رياضي أطفال في منطقة الجدرية بالمنطقة الخضراء في بغداد. ومعنا من بغداد مدير مكتب الميدين عبد الله بدران. عبد الله أهلا بك. بداية، يعني القوات المسلحة العراقية تعلن عن قرارها تقييد عمل القوات الأمريكية في العراق، خلفية هذا القرار ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ نعم رولا، بالنسبة للقرار خلفيته هو العدوان الذي نتج عن يوم الخميس باستهداف أمريكي وعدوان بضربة جوية نجم عنه استشهاد طبعا قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، وكذلك نائب رئيس هيئة الحشد الشعبية العراقية أبو مهدي المهندس ومعهم رفاقهم عند طريق مطار بغداد غرب العاصمة العراقية. هذا هو يعني سبب ما حصل. أما بالنسبة لجديده فكان سابقا للتحالف أن ينفذ عملا عسكريا بإشعار وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة. تقييد الأمر برئيس الوزراء العراقي ارتبط تماما به، بمعنى سابقا كان التحالف الذي تقوده واشنطن ينسق مع العمليات المشتركة ويبرق لها ويشعرها وينفذ أو ينسق. الآن أصبح لزاما وفق القرار الذي صدر من الحكومة العراقية فيجب الإبراق وأخذ الموافقة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قبل القيام بأي عمل. وبالتالي فإن هذا تخييلا طبعا لحركة التحالف الذي يقوده الجانب الأمريكي. نعم عبد الله، نعم تفضل. نعم، بالنسبة للقرار فأسبابه هو العدوان الذي حصل. يتوقع أن تكون هناك طبعا إضافة للخطوة التي صدرت من الحكومة العراقية وهو جلسة مجلس النواب العراقي ليوم غد. هناك طبعا دعوات لأن يكون بند الجلسة الرئيسي طبعا هو تشريع قانون لإجبار الحكومة على أن تبدأ سلسلة زمنية لمغادرة القوات الأمريكية العسكرية طبعا العراق. وبالنسبة طبعا لخطوات مجلس النواب العراقي ليس أكيدا أن هناك إجماع
على هذا، لكن المؤكد أن القوى العراقية الفاعلة في تحالفي البناء والإصلاح يؤكدان على ضرورة ذلك ويدعوان لأن تكون الجلسة علنية. المؤكد الآن أن أبرز فاعلين في البناء وفي الإصلاح هما سائرون والفتح، قد أكدوا المضي قدما باتجاه الدعوة لتشريع قانون يطالب القوات الأمريكية بالمغادرة وكذلك بإلغاء الاتفاق الموقع بين الجانبين العراقي والأمريكي. طبعا في هذه الأثناء رولا يتم طبعا نقل جثمان الشهيد أبو مهدي المهندس لوراء الثرى وفق المعلومات في بجوار الشهيد محمد باقر الصدر في النجف بانتظار التأكيد. طبعا نعم بانتظار التأكيد على هذه المعلومة. نعم، وبالتالي سائرون والفتح يؤكدان المضي قدما بالتشريع القانوني، لكن هناك طبعا بقية الأفرقاء، بقية القوى السياسية العراقية، بقية الأحزاب التي ليس أكيدا إن كانت يكون لديها إجماع، ولذلك كانت الكتائب والعصائب وبقية القوى السياسية العراقية الفاعلة تؤكد أن يوم غد هو يوم وطني طبعا نعم. لجهة دور النواب والمشرعين، مع تهديد صدر بالفعل من الكتائب لأي نائب بمنعه من دخول بغداد إن لم يشترك بعملية التشريع أو التصويت أو صياغة قرار نيابي عراقي يستهدف إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية. طب عبد الله، يعني كتائب حزب الله وجهت تحذيرا للأجهزة الأمنية العراقية بالابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء الأحد. استراتيجيا وعسكريا ماذا يعني ذلك؟ استراتيجيا وعسكريا هذا تهديد للقوات الأجنبية في الأرض العراقية، تهديد باتجاهين. الأول التهديد العسكري لهذه القوات من أن هناك خيارات أخرى هي غير الخيارات الرسمية للدولة العراقية التي تجد نفسها ضعيفة وربما لا تقوى على اتخاذ قرار بمستوى ضغط هذه الفصائل، وهناك رسالة أخرى للداخل العراقي وللسياسيين العراقيين وتحديدا باتجاه الحكومة العراقية من أن الوضع لا يمكن معه القبول بأي خيار، وعلى الحكومة التي أو على الطبقة السياسية التي تجد في نفسها ضعفا أو وهنا في أن تتعامل مع الوجود الأجنبي بهذا الوهن والضعف أن تعلم أن هناك خيارات أخرى ومستعدة الكتائب، كتائب حزب الله مستعدة للذهاب بها. لذلك عندما تحدد الموعد وهو من مساء الأحد، وعندما طبعا يتأكد للميادين أن هناك هجوم بأولا 3 صواريخ كاتيوشا في قاعدة بلد الجوية جنوب صلاح الدين، طبعا صاروخ سقط في ساحة الاحتفالات بمحيط المنطقة الخضراء في داخل المنطقة الخضراء بمحيط السفارة الأمريكية، كذلك سقوط صاروخ آخر في المربع الرئاسي، كذلك الاستعدادات الأمنية لهذه الفصائل يؤكد من أنها أصلا اتخذت وضع عسكري بالكامل، لأن من استهدف هو قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني أو الفريق قاسم سليماني طبعا، وبذات الوقت طبعا أبو مهدي المهندس، وبالتالي فإن الخيارات عبد الله، يعني هل هناك من تأكيد أن هذه الصواريخ تستهدف القوات الأمريكية بالتحديد؟ القوات الأمريكية بالفعل هي الهدف الأساس، القوات العسكرية الأمريكية هي الأساس، إنها استهانة. بمعنى مثلا قبل قليل رولا كان المقرب أو أحد الثقات من الشيخ قيس الخزعلي قد تساءل وطالب رئيس مجلس النواب العراقي باستضافة القائد العام للقوات المسلحة بشكل فوري للبرلمان لاستجوابه وسؤاله عن أسباب عدم مخاطبته الجهات الأمريكية لإخراج القوات بحسب الاتفاقية وبنودها، وهذا هو أحد المقربين من الشيخ قيس الخزعلي. بالتالي هناك
الخيار عندما يكون ويتواجد قيس الخزعلي في مراسم تشييع الشهداء في النجف بالزي العسكري، فهذه إشارة واضحة من أن وضعا خاصا قد اتخذ من قبل العصائد. عندما يعلن مقتدى الصدر أنه استنفر جيش المهدي ولواء اليوم الموعود الذي أصلا أنشئ على أساس مواجهة الاحتلال الأمريكي في أيام الاحتلال الأمريكي، ويدعوه بأن يكون على أهبة الاستعداد في رسالة تعزيته الفريق سليماني ويرد القائد العسكري لهذين الفصيلين بالاستعداد ويشارك في التشييع بغطاء سياسي ونيابي، هناك رسالة واضحة من قبل القوى الفاعلة والمؤثرة والتي لديها أجنحة من أنه لا مناص عن الرد على هذا العدوان. أن يتم قصف أبو مهدي المهندس وقتله والجنرال سليماني وقتله في شارع مطار بغداد بطيران أمريكي، هذا يعني عدم احترام واستهانة وقرار أمريكي يتخذ على الأرض العراقية، وبالتالي هناك قناعة لدى القوى العراقية الفاعلة والمؤثرة، الكتائب والعصائب والسرايا وبدر وبقية الفصائل العراقية، من أن الوضع السياسي العراقي سبب واهن وضعيف، دخل العدوان لأن هناك قناعة أن المهندس وسليماني ليسا ببعيدين عن ناظر الأمريكي، وبالتالي لماذا تم استهدافهما واغتيالهما في العراق، ولماذا لم يتم استهدافهم في سوريا أو في لبنان أو في أي مكان آخر ينشط فيه الرجلان مع حلفائهم؟ نعم. بقناعة ثابتة من أن الضعف السياسي أمن غطاء الجرأة الأمريكية على اغتيال هذين القائدين. نعم، من بغداد مدير مكتب الميدين عبد الله بدران، شكرا جزيلا لك. قال قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين السلامي أن اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني سيتبع انتقام استراتيجي سينهي وجود أمريكا في المنطقة. السلامي أضاف أن هذا الاغتيال سيخلق تلقائيا قوة جديدة في جغرافيا واسعة عازمة على الانتقام وفي مدة زمنية طويلة، وسيترك أثرا مصيريا، مشيرا إلى أن جبهة المقاومة أضافت إلى أهدافها هدف الانتقام لدم شهيد الإسلام أبو مهدي المهندس والفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقهما. ولفت سلامي إلى أن اغتيال الفريق سليماني لا يعني نهايته، بل هو بداية جديدة له باعتباره مدرسة وطريقا للجهاد والنضال ضد الاستكبار. نائب قائد حرس الثورة العميد علي فدوي أكد بدوره أن طهران قوية جدا وسترد بنحو قوي على اغتيال الشهيد سليماني، وفي حديث للميادين وصف الحكومة الأمريكية الحالية بغير العاقلة ودعاها إلى التفكير جديا بمصالحها. سنرد بدقة كما ورد في رسالة القائد الإمام الخامنئي حول استشهاد الفريق سليماني، وسنوجه ردا قويا ونحن أقوياء جدا. وقد فهم أوباما يوما هذا الأمر، أنه من الممكن أن يستيقظ يوما ولا يجد أي جندي أمريكي في المنطقة على قيد الحياة، والآن حتما الظروف مختلفة كثيرا عن ذلك الزمن، وهذه الحكومة الأمريكية الحالية غير العاقلة عليها التفكير جديا بمصالحها. المتحدث باسم حرس الثورة الإيرانية العميد رمضان شريف أعلن أن جثمان الشهيد سليماني سيشيع في مدينة الأهواز يوم غد. شريف قال إن محافظة خوزستان هي نموذج للدفاع المقدس، ولفت إلى أن الشعب في خوزستان أصر على إقامة مراسم الوداع في مدينة الأهواز، وسينقل بعدها جثمان الشهيد إلى مدينة مشهد المقدسة ثم إلى طهران على أن تقام مراسم التشييع في أو من جامعة طهران إلى ميدان أزادي قبل أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم عصر يوم الاثنين، ويتم تشييعه إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان يوم الثلاثاء. شهدت طهران تحركا دبلوماسيا واسعا وسط توعد برد قاس على الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليمان. الرئيس حسن روحاني استقبل وزير الخارجية القطري وأجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، تزامنت باتصالات مكثفة أجراها وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظرائه في دول الجوار. وكل هذا الحراك الدبلوماسي هو لنزع فتيل التوتر وتخفيف احتمالات الانتقام التي يطالب بها الشعب الإيراني. من الحمرية والتفاصيل.
يتحول المشهد في إيران إلى غضب رسمي وشعبي ودعوات إلى الانتقام اليوم قبل الغد. في شوارع العاصمة انتشرت هذه اليافطات المعنية باستشهاد الفريق قاسم سليماني والمؤكدة حتمية الانتقام التي أصبحت مطلبا شعبيا. هذا مشهد من مئات التجمعات في مختلف المدن الإيرانية ينطلق من جامعة طهران برمزيتها العلمية والأكاديمية باتجاه ساحة فلسطين برمزيتها الإسلامية المقاومة. لا يندد هؤلاء بجريمة أمريكا فقط، وإنما يتوعدون برد قاسٍ. نطلب من الشعب الإيراني وكل المسؤولين في النظام والحكومة الانتقام لنا والأخذ بثأر الشهيد قاسم سليماني. بيننا الآلاف من قاسم سليماني وسنكمل طريقه. أريد من حرس الثورة أن ينتقم لنا بحزم من الأعداء، ونحن مستعدون لأن نضحي بأنفسنا وشبابنا من أجل أن نأخذ بثأرنا لدماء القائد. إصرار إيران على الانتقام دفع بإدارة ترامب إلى توجيه رسائل لها عبر سويسرا، فجاء الرد بإصرار أكبر أقلق دولا صديقة ودولا في المنطقة من تدحرج الأمور إلى حرب شاملة. وقد تعبر زيارة وزير خارجية قطر عن هذا القلق، فضلا عن اتصالات متعددة من وزراء خارجية ورؤساء بالمسؤولين الإيرانيين الذين لم يتراجعوا عن الرد في الوقت والزمان المناسبين. هذه الجريمة من أكبر الجرائم الأمريكية. أمريكا لم تدرك الخطأ الكبير الذي ارتكبته، لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة. فهذه الجريمة لن تنسى من التاريخ، وذكرى الشهيد قاسم ستبقى خالدة. يبدو أن لدى طهران لائحة أهداف جاهزة، وقد اتخذت قرارها باستهدافها من ضمن خيارات متعددة، وتبقى طبيعتها هي عنصر المفاجأة الذي تحتفظ به إيران إلى ساعة الصفر. اغتيال الفريق قاسم سليماني غير المعادلات وقواعد الاشتباك في منطقة ملتهبة، هكذا يؤكد الإيرانيون. لكن السؤال الأبرز الذي ينتظر كثيرون الإجابة عنه، أين وكيف ومتى سترد إيران؟ ملحم ريح، طهران، الميادين. خلال تقديم الرئيس الإيراني حسن روحاني واجب العزاء لعائلة الشهيد سليماني، سألته ابنته الأخير: من سينتقم لدماء والدي؟ فأجاب الرئيس الإيراني: لا تقلقي، جميعهم سينتقمون له. أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي دعا إلى الإسراع في اتخاذ الخطوة الخامسة في تخفيض التزام إيران بالإدفاق النووي، وقال إن أسبابا عديدة أدت إلى اغتيال سليماني، أبرزها الخسارات المتتالية لواشنطن في المنطقة وضغوط السعودية والإسرائيلية عليها. أهين الأمريكيون عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، بدءا من إسقاط طائرتهم التجسسية في الخليج إلى استهداف أرامكو من قبل القوات اليمنية، إلى إجبارهم على إبعاد حاملات طائراتهم عن المنطقة وفشل ائتلافهم البحري. وبالتالي هناك من يقول إن أحد أسباب اغتيال الشهيد قاسم سليماني هو الضغوط التي تلقوها إثر هذه الهزائم، وهناك من يقول إن السيد ترامب يستعد للانتخابات وليصنع من نفسه بطلا وطنيا. كما يتحدث البعض عن محاولاته لإحراج الكونغرس في قضية الاستجواب من خلال وضع البلاد في حالة طارئة وأمام الأمر الواقع، وبالتالي تخلي الكونغرس عن ملف الاستجواب. وهناك احتمال رابع، وهو الضغوط التي يتعرض لها من إسرائيل والسعودية للقيام بفعل ضد إيران. شخصيا أعتقد أن كل هذه الأمور حاصلة، وأنها كلها أسهمت في اتخاذ الإجراء الأمريكي أمس. بالتوازي، أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة باحتفاظها بحق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. هذا وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي في مقابلة مع قناة CNN أن الولايات المتحدة بدأت فصلا جديدا يعادل بدء حرب ضد إيران.
الولايات المتحدة بدأت حربا ضد إيران ليس فقط بشكل اقتصادي بل إلى ما هو أبعد من ذلك عبر اغتيال واحد من أرفع جنرالاتنا الذي نعاه الشعب الإيراني وشعوب المنطقة. لا يمكننا فقط إغلاق أعيننا عما حدث. سيكون هناك ثأر وثأر قاس، وستتصرف إيران بما تراه مناسبا، والمكان والزمان سيتم تحديدهما من قبلها. على الولايات المتحدة توقع أي شيء في الرد على هذا العدوان. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيريه الألماني وهايكو ماس وصيني وانغي، بحثوا فيه الوضع في الشرق الأوسط. لودريان وماس ووانغ أكدوا أهمية الحفاظ على استقرار وسيادة العراق والمنطقة، وشددوا على ضرورة تجنب أي تصعيد في التوتر، وعلى ضرورة ألا تقدم أو تقدم إيران على أي انتهاك جديد لاتفاق فيينا. وزير الخارجية الصيني وانغ يي واشنطن دعاها إلى الكف عن إساءة استخدام القوة والسعي إلى حلول بالحوار. وانغ يي أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي أن السلوك العسكري الأمريكي ينتهك الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وحذر من أن ما تقوم به واشنطن سيزيد من حدة التوتر والاضطرابات في المنطقة. وفي إيران رفعت أمس الراية الحمراء التي تحمل عبارة يا لثارات الحسين على قبة مسجد جمكران الشهير في مدينة قم، وذلك في إشارة إلى أن الثأر لدماء الشهيد الفريق سليماني بات واجبا. يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل بحذر تبعات اغتيال الفريق قاسم سليماني، ترقب عكسته المقاربة الإعلامية التي حذرت من عواقب التبجح الإسرائيلي أو سياسة القفز إلى الأمام. هاني فحص. القلق الإسرائيلي من عواقب وتداعيات اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ما زال يلقي بظلاله على المقاربة الإسرائيلية السياسية والإعلامية. الصمت الرسمي الذي أعقب الساعات الأولى لعملية الاغتيال كسره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي وضع العملية في إطار حق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها وفق زعمه. الوجهة العامة للمقاربة الإسرائيلية اعتمدت سياسة السير بين القطارات خوفا من ارتدادات وعواقب وخيمة قد لا تبقى إسرائيل في منأى عنها بسبب كثرة الكلام والتبجح. نحن مقيدون جدا فيما يمكننا قوله بسبب قيود الرقابة العسكرية، لكني سأقول الآتي: التقدير هو أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل مسبقا على العملية في العراق. إن سياسة الجيش الإسرائيلي هي محاولة للبقاء قدر الإمكان في الخلف. ينبغي علينا عدم إقحام رؤوسنا وترك الإيرانيين والأمريكيين يديرون هذه المواجهة. تقديرات الرد الإيراني لجهة طبيعته وأهدافه ونطاقه حضرت أيضا في القراءة الإعلامية للحدث. الإيرانيون لن يردوا ارتجالا، بتقديري سيردون ردا متواصلا من عدة هجمات أو باستهداف ما يعتبرونه مصالح أمريكية أو غربية في المنطقة. هذا لا يشمل إسرائيل في المرحلة الأولى. حالة الترقب التي تعيشها إسرائيل تحسبا لتداعيات محتملة أعادت طرح مخاوف المراقبين والمستوطنين من استمرار فقدان الجهوزية لأي مواجهة مقبلة، ولا سيما في المنطقة الشمالية التي لا تزال تنتظر خطة التحصين. عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي رأى أن استشهاد الفريق سليماني ستكون له نتائج مكلفة على واشنطن، وفي اتصال مع الميادين قال إن الاغتيال سيفتح الباب على مصراعيه لمفاجآت غير مسبوقة قد تتجاوز حدود المنطقة. قرار اغتيال رجل بوزن قاسم سليماني اللي بعتبره أنا جبارة الشرق الأوسط بيفتح الباب على مصراعيه لمفاجآت غير مسبوقة لأهمية هذا الرجل والسلوك الأرقى للعسكرية اللي أثناها.
سيكون لهذا القرار كثير من التداعيات يصعب حصرها. قد تتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط كما استمعنا من تصريحات متواصلة من المعنيين بالأمر، وبدأت ملامحها بتحركات عسكرية ووضعها في حالة الاستنفار القصوى، بل وضع المنطقة كلها أعتقد أصبح في حالة طوارئ. في وقت يزهو فيه ترامب أمام مناصريه باغتيال الفريق قاسم سليماني، يتصاعد منسوب التنديد بهذه الخطوة ويتسع ليشمل التحرك في الشارع، حيث شهد العديد من المدن الأمريكية تظاهرات منددة بسياسة ترامب في المنطقة. محمد كريم. لم تقتنع مختلف الأوساط الأمريكية بمساعي الإدارة وممثليها المتواصلة في تبرير عملية اغتيال قاسم سليماني في ظل نقمة شعبية خشية الانزلاق في حرب لا نهاية لها مع إيران تضع الوجود الأمريكي برمته في دائرة الخطر. لدي مخاوف بأن مسارنا الراهن سيفضي إلى رد فعل إيراني سيواجه برد أمريكي، والطرفان يتطلعان لمواجهة عسكرية محتملة، ويقيني أن منسوب المخاطر في تزايد. This is a dangerous escalation. التصعيد الخطير الجاري يجعلنا أقرب إلى حرب مدمرة في الشرق الأوسط بكلفة مالية تصل إلى عدة آلاف المليارات من الدولارات. لم تبقى هذه التحركات بين جدران الكونغرس، بل كان لمنظمات وتيارات شعبية مناهضة للحرب وقفة مميزة في مختلف المدن الأمريكية لشجب سياسة إدارة ترامب في الشرق الأوسط ورفض شن حرب على إيران. لدي مخاوف من التصعيد الأمريكي مع إيران باغتيال الجنرال سليماني وإرسال المزيد من القوات إلى المنطقة. أدعو الإدارة إلى التراجع عن خطواتها وأن تبحث عن مسار دائم للسلام والاستقرار. إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة يتم تداوله بشكل كبير، وهذا أمر ممكن، فأمريكا وإسرائيل تدقان طبول الحرب ضد إيران منذ زمن طويل بذريعة امتلاكها سلاحا نوويا، وهذا غير صحيح. الوضع الراهن قد يجعل إمكانية اندلاع حرب حقيقة. صحيح أن إقرار الميزانية الدفاعية للعام المقبل تضمن موافقة الكونغرس على تمديد العمل بالتفويض الذي صدر منذ هجمات 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 باستخدام القوة العسكرية، لكن الحزب الديمقراطي يسعى لتمرير قوانين جديدة تلزم الرئيس بالعودة إلى الكونغرس لأخذ موافقته حول أي عمل عسكري ضد إيران. تشهد العديد من المدن الأمريكية تظاهرات شعبية مماثلة لهذا التحرك تدعو إلى وقف اندفاع إدارة ترامب نحو حرب جديدة ستكون كارثية على أمريكا برأي هؤلاء المتظاهرين. محمد كريم، واشنطن، الميادين. ومعنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. منذر، أهلا بك. يعني الخلافات بشأن اغتيال شهيد سليماني تتعمق فعلا في الولايات المتحدة. هناك انقسام سياسي حاد، تصريحات من أعضاء الكونغرس حول اتهام ترامب بجر واشنطن إلى حرب أمريكية، وهذا فعلا انعكس على الشارع الأمريكي. يعني المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي يقول أن التصعيد الخطير الجاري يجعلنا أقرب إلى حرب مدمرة. كيف يمكن أن نقرأ ذلك؟ الولايات المتحدة تشهد عملية انتظار للرد الإيراني، وتسود التكهنات حول متى وكيف يمكن أن تواجه إيران، و تستقبل العديد من المعلقين المحطات التلفزة الأمريكية، وهناك انطباع بأنه يتم الترويج إلى أنه سيكون هناك عدة أشكال من الرد الإيراني. طبعا تم تسريب أن الإدارة قالت للكونغرس أن ربما الرد يأتي خلال أسابيع، ولكن يتم التركيز على أنه يمكن أن تدور أو تشن إيران حرب إلكترونية سايبيرية ضد المنشآت الحيوية الأمريكية ما يتعلق بشبكات الكهرباء والمياه والمعاملات المالية والبنكية وغيرها، وبالتالي هذا أحد أشكال التي يتم الحديث عنها. يضاف إلى ذلك أن هناك إجراءات أمنية اتخذت في العديد من المدن الأمريكية، خاصة المدن الرئيسية ونيويورك تحديدا ربما شهدت أكثر من غيرها، بحجة أنه يمكن يجب اتخاذ تدابير احترازية
لإمكانية الإقدام على أعمال أو ردود ذات صلة بعمليات اغتيال القائد سليماني. الكونغرس لدى الإيجاز الذي قدمه البيت الأبيض لم يكن هناك قناعة بالأدلة التي قدمت، وربما هنا فرصة لتوضيح أمر لم يتم التركيز عليه. الرواية التي قدمها البنتاغون وحتى في بيانه كان يشير، وحتى تصريح وزير الدفاع كان يتحدث عن أنها عملية استباقية، أن الولايات المتحدة عندما ترى أنه هناك ضرورة للقيام بأعمال استباقية تقوم بها. ما هو الفرق بين هذه العملية الاستباقية وبين القول أن كان هناك خطرا وشيكا بناء على معلومات وردت إلى الإدارة، والإدارة تقول ذلك وحتى الخارجية بومبيو وبشكل خاص وترامب؟ الفرق أنه العمليات الاستباقية هي لا تستند إلى وجود أدلة، ولذلك يسأل أعضاء الكونغرس أين هذه الأدلة والمعلومات التي تتحدثون عنها. يضاف إلى ذلك أن هناك من يسخر من هذا الموقف ويقول وكأن يعني هذه المخططات التي كانت ستستهدف، يقولون منشآت أمريكية وربما أشخاص وعسكريين في كل من العراق وسوريا ولبنان، يتم الحديث على أكثر من منطقة ولكن يتم التركيز من التسريبات على هذا الأمر. يقال بأنه إذا تم اغتيال القائد سليماني فلا يوجد قادة آخرون لدى إيران يستطيعون تنفيذ هذه المخططات يعني، وبالتالي يقولون بأنه بالفعل تم، حتى لو صحت هذه كانت هذه المعلومات صحيحة، المقاربة التي اعتمدتها الولايات المتحدة كانت مقاربة خاطئة، ومقاربة ترامب هي مقاربة خاطئة. لذلك نشهد أنه بالإضافة للانتقادات التي تصاعد، هذه المظاهرات التي شهدتها حوالي أكثر من 80 مدينة في الولايات المتحدة ستستمر وستتصاعد، وعندما يعود يلتئم الكونغرس لعمله، صحيح نعم موضوع العزل، ولكن سيحتل موضوع طرح مشاريع كما ذكر في التقرير، مشاريع تتعلق بضبط حركة ترامب، وضرورة أن يناقش الكونغرس أي خطوة يمكن أن يتخذها خاصة فيما يتعلق في العمل العسكري، بالإضافة إلى المطالبة بمزيد من المعلومات ومناقشة ما أقدم عليه ترامب من عمل يهدد بالوصول إلى حافة الحرب، لأنه البعض يعتبره بمثابة نشوب حرب، يعني ببداية يعني كأنه بعض الخطوات التي تقود إلى الحرب بدأتها الولايات المتحدة. طب منذر، هناك احتمال أن يتخذ البرلمان العراقي قانونا يطلب من القوات الأمريكية الخروج من العراق، هل يجري تداول ذلك في الولايات المتحدة، وهل هناك من احتمال لتنفيذ هذا القرار في حال يعني أقر؟ في الولايات المتحدة يشير الإعلام إلى هذا الأمر، ولكن التصريحات الرسمية لا تعلق على هذا الموضوع نهائيا حتى الآن. بالتأكيد سيكون هذا تطور في غاية الأهمية، وسيكون يجبر الولايات المتحدة، قد تتحايل الولايات المتحدة على كيفية الخروج، ولكن إذا صدر مثل هذا القرار لا تستطيع الولايات المتحدة إلا تنفيذه، وبالتالي يكون لو حصل ذلك عمليا هو يكون الرد غير المباشر الأولي الأساسي الذي ينسجم مع الأهداف الأساسية التي استشهد من أجلها القادة العسكريين يعني سليماني وأبو مهدي المهندس، يعني هم كانوا يخططون ويعملون من أجل الاستقلال والحرية ومن أجل عدم تحقيق الهيمنة من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون الخطوة الأولى للنتائج لردة الفعل أن الشعب العراقي استطاع تحقيق إرادته بهذا الأمر. ولكن كيف يمكن أن تتصرف الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة ربما تتحجج بأمور لوجستية، ستحاول عرقلة تنفيذ مثل هذه القرارات، وتتحجج بأمور قانونية وأمور لوجستية وغيرها، وربما يعني سيكون هذا ملف آخر للتعامل بين الحكومة العراقية وبين الحكومة الأمريكية. منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، شكرا جزيلا لك. شارك نشطاء بريطانيون في تظاهرات احتجاجية أمام داونينغ ستريت في لندن تنديدا باغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. المتظاهرون رفعوا لافتات رافضة لسياسة ترامب في شن الحروب في الشرق الأوسط، كما نددوا بموقف الحكومة البريطانية في الأزمة مع إيران، ف
فضلا عن احتجاجهم على إهانة ترامب لرئيس الوزراء بوريس جونسون لعدم إخباره بعملية الاغتيال رغم وجود مئات الجنود البريطانيين في العراق. تصرفات ترامب بشأن الاستخفاف بحلفائه باتت أمرا عاديا، فهو لا يبالي بمصالحهم كما لا يهتم لأمر خصومه، فالأولوية لديه هي أمريكا تأتي أولا في كل الظروف. أنا أفضل أن تنسحب جميع القوات من المنطقة وتركها لأهلها لأنهم الأقدر على إدارة أنفسهم. طبعا هي جريمة شنعاء كبيرة وحماقة كبيرة في نفس الوقت بقتل اثنين من أشهر قادة المقاومة ضد العدو الصهيوني وضد المؤامرات الاستعمارية في المنطقة وأهمية دحرهم للإرهاب. في غزة قامت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة خيمة عزاء للشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، حيث أكدت موقفها الرافض للجريمة الأمريكية وضرورة الاتحاد خلف محور المقاومة الذي بات شد وأصلب من ذي قبل. أحمد شلدان. وفاء لمن وقف مع غزة ومقاومتها في وقت حاربها فيه الجميع، أقامت الفصائل الفلسطينية خيمة عزاء للشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه مؤكدة السير على النهج والطريق ذاته. هذه الجريمة لن تثني عزم المقاومة وأننا مستمرون على درب المقاومة حتى نحقق أهداف شعبنا الفلسطيني. عهدا لك سنبقى على ذات الأهداف والمثل التي قضيت من أجلها، أنت الذي قدمت لفلسطين على مدار عقدين من الزمان كل الإمكانيات التسليحية والتدريب والعتاد والمال. بحضور شعبي وفصائلي قدم المشاركون التعازي، حيث أعلنوا رفضهم للجرائم الأمريكية والإسرائيلية بحق شعوب المنطقة. محور المقاومة لا يمكن أن يتراجع أبدا في ظل هذه الإرادة القوية التي يمتلكها القادة الذين جاءوا بعد سليماني. اغتيال الجنرال القائد الكبير الحاج قاسم سليماني بالتأكيد سيفتح الباب أمام كل الجبهات للتنسيق على مستوى عالٍ من أجل الثأر لدماء الشهيد الطاهرة. قاسم سليماني كان يدعم جميع قوى المقاومة ضد أمريكا، لم يكن فقط يدعم الشيعة بل كان يدعم السنة. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة نعت الفريق قاسم سليماني والذي كانت له بصمة واضحة في دعم القدرات العسكرية للمقاومة في قطاع غزة. من طهران إلى بغداد وصولا إلى غزة، يؤكد المشاركون هنا وحدة محور المقاومة وأن اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه لن يزيدهم إلا قوة وصلابة في وجه المؤامرة الأمريكية. أحمد شلدان، غزة، الميادين. الأزمة مع إيران فضلا عن احتجاجهم على إهانة ترامب لرئيس الوزراء بوريس جونسون لعدم إخباره بعملية الاغتيال أو الاغتيال رغم وجود مئات الجنود البريطانيين في العراق. تقدمت لجنة الأهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال بالتعزية للقيادة والشعب الإيرانيين باستشهاد الفريق سليماني. اللجنة أكدت في بيان التعزية أن دماء شهداء العدوان الأمريكي ستمهد الطريق لتحرير كامل فلسطين، كما عاهدت الشهيد ورفاقه بالسير على دربه حتى الصلاة في القدس. واختتمت البيان بالتعازي لكامل محور المقاومة باستشهاد المناضلين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. في حلب أقيمت مجالس العزاء لروح الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مشاركة واسعة من سكان المدينة وعلماء الدين الإسلامي إلى جانب وفود رسمية من المحافظة. وشهد مقام مشهد النقطة في المدينة وفدا كبيرا للمعزين، حيث أقيم مجلس العزاء المركزي. المعزون أثنوا على التضحيات الكبيرة التي قدمها الفريق سليماني في سبيل الدفاع عن سوريا، مؤكدين السير على نهجه. بكل تأكيد نحن نقدم تعازينا الحارة كشعب عربي سوري للشعب الإيراني الصديق والشقيق، هذا الشعب الذي قدم الغالي والنفيس من دماء ومن اقتصاد لدعم للقضية المركزية وهي القضية الفلسطينية ولدعم الدولة السورية في مكافحة الإرهاب، وكان على رأسها الجنرال قاسمي الذي كانت له أيادي بيضاء في تحرير على سبيل المثال هذه المحافظة التي نحن فيها، محافظة حلب. نهنئ هذا الشعب المناضل بهذه الدماء الطاهرة، هذه الدماء التي ستكون محور لانطلاقة جديدة، التي ستكون هي نقطة تحول في معادلة المقاومة. سينتصر دائما
الدم على السيف كما انتصر الحسين عليه السلام على أعدائه، انتصر على الظلم والطغاة في زمنه. في كل يوم لدينا حسين ولدينا طغاة، وسينتصر هذا الدم الطاهر، وسيكون إن شاء الله هناك مرمغة لأنف الأمريكي، لأنف الصهيوني، لعملائه، لأذنابه في كل يوم في كل دقيقة. لن يهنأ لهم بال بعد هذا الدم الطاهر. والآن إلى العناوين. حشود عراقية ضخمة تشيع الشهيدين سليمان والمهندس ورفاقهما، ونجد سيستاني يستقبل جثامين في النجف والمرجع النجفي يصلي عليها. قائد حرس الثورة يؤكد أن اغتيال الشهيد سليماني سيتبع انتقام استراتيجي سينهي وجود أمريكا في المنطقة. الخلافات بشأن اغتيال الشهيد سليماني تتعمق في الولايات المتحدة، وتظاهرات في مدن أمريكية عديدة للتنديد بسياسة ترامب في المنطقة. فصائل المقاومة في غزة تقيم خيمة عزاء للشهيد قاسم سليماني ورفاقه، وتشيد بدوره في دعم القضية الفلسطينية. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وبلغة الإسبانية espanol.elmedin.net. ختام النشرة، في أمان الله.